شكرا لمعلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي. شوط اول يتقدم فيه شباب الاهلي على شباب الاسماعيلي بهدف نظيف. احرز هدف الاهلي في الدقيقه 7 محمد فخري من تسديده اكثر من رائعه تسكن شباك الاسماعيلي على يمين حارس المرمى الحارس احمد مصطفى. التحليل الفني مع نجوم التحليل الكبار الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، شفت الشوط الاول ازاي؟ شوط اول تقدم فيه شباب النادي الاهلي بنتيجه 1-0 وكان ممكن الغله تزيد كمان. طبعا بدايه جيده من الاهلي في اول تلت ساعه بالتحديد، استحواذ وهجمات متتاليه وهدف في الدقيقه يمكن 4 تسلل لمحمد محمود. ده كان قبل الهدف. قبل الهدف على طول. اعقبه طبعا الهدف في الدقيقه 8 من محمد فخري، استلام وجون هايل. الحقيقه محور اداء النادي الاهلي خلال الشوط الاولاني هي ناحيه اليمين اللي فيها طبعا زياد طارق واحمد اشرف. الاثنين متحكمين في الكوره، عاملين استحواذ جيد، عاملين اسيستات كثيره جدا جدا للفراوده، وخصوصا محمد ياسر اللي راح باكثر من واحده، واحده عملها احمد اشرف هايله طوليه في وسط المدافعين راح بيها بس اتاخر شويه يمكن في التسديد. شايف اللعب كله مايل ناحيه اليمين، ما شفناش حاجه ناحيه الشمال ناحيه خالص. زياد طارق، احمد اشرف، جلال البكراني، ما شفناش حاجه خالص ناحيه الشمال. احمد غريب، وكمان شفت احمد بيروح ناحيه الشمال وبيروح النص بيعمل زحمه في الناحيه اللي هناك، وشايف الطرف الشمال فاضي خالص. يمكن حتى ناحيه كوكا برده ما شفناهوش يعني اتقدم وعمل برده اوفرات. الماتش طبعا تضييع الكام فرصه دي برضو يقلق، لانه 1-0 نتيجه مع نادي الاسماعيلي. صح، نادي الاسماعيلي بيلعب زون ديفنس لورا وما بيضغطش، بيعمل هجمات مرتده على استحياء، انما الماتش برضو يقلق لان الهجمات اللي راحوا بيها القليله خطر جدا على هدف رائع دكتور ثابت من تسديده في بدايه المباراه، يعني صعب على حارس المرمى. طبعا محمد فخري النهارده كمان بيلعب في مركز جديد عليه، مركز البوكس تو بوكس. النهارده النادي الاهلي طبعا بيلعب 4-2-3-1، احمد اشرف وجنبه محمد فخري. احنا متعودين نشوف محمد فخري يا اما صانع العاب يا اما وينج، النهارده بيلعب جنب احمد اشرف كارتكاس تاني. النهارده محمد فخري بيزيد وبيستلم الكوره بيمينه جميله جدا، وبيعدلها على شماله وبيسدد بشماله، حل مهم جدا، حل التسديد من بره منطقه الجزاء. النهارده الطريقه 4-2-3-1 بتتحول في الحاله الدفاعيه ل 4-4-2 بوجود طبعا محمد ياسر ومحمد محمود اثنين، وزياد طارق ناحيه اليمين، واحمد سيد غريب ناحيه الشمال. بصراحه عجبني الجبهه اليمين زي ما كابتن محمد حشيش قال، بالذات زياد طارق. زياد طارق بيقدم عجبك الترقيصه اللي جاء في اخر المباراه في الدقيقه 45، يعني عامل 4 مراوغات ناجحه ولا حاجه في اكتر من حوالي الترقيصه دي. معانا المراوغه الناجحه من زياد طارق. مخرجنا طبعا محمد عامل شغل محترم، يعني طبعا زياد طارق بيعدي، دي واحد ودي الثاني ودي الثالث ودي الرابع، يعني اللعيب عنده الموهبه ومهاري جدا زياد طارق، وهو مواليد 2000 واخد الماتش يعني ايه بحميه بيلعب، وفي نفس الوقت بيدافع. شفته اكتر من مره بيرجع وبيغطي مع جلال نشيط في النشيط. واحد من احسن اللعيبه في الشوط الاول هو واحمد اشرف. احمد اشرف ده عنده ميزه مهمه جدا، عنده بيديك التمريرات الطوليه اللي بتكسر الثلاث خطوط. يعني عمل شفنا تمريره رائعه للمهاجم محمد ياسر. محمد ياسر استلمها انفراد، لو الاستلام مظبوط لبره هي الكره دي. وخلي بالك يا اسامه برده في حاجه، تحس ان الستايل ده هو اللي بيلعب بيه موسيماني في الفرق الكبيره، الكور اللي من نص الملعب بين الاختراقات في المساحات الفاضيه، الكور الطوليه اللي بتوصل على المرمى. عايز اقول حاجه برده على الديفنس، سلامه وهاني يمكن عشان هم برده ما بيلعبوش مع بعض كتير، برضه عندهم حتة التمركز والمان تو مان برضه في الكور المرتدة يعني فيها مشكلة شوية. طيب كابتن حشيش كان تعليقه على خط الدفاع، وسط الملعب محمد فخري، أحمد أشرف، معاهم محمد محمود، وكنا بنقول قبل المباراة فرصة جيدة لمحمد محمود إنه يدخل يستعيد اللياقة البدنية.
جاب هدف حلو قوي في بدايه المباراه، وكان ليه كوره برضو تانية اللي هي الحرق اللي هي طلعت بره. يعني محمد محمود محتاج ماتشات، الماتشات دي بصراحه تجربه. اكتر واحد هيخرج مستفاد من الماتش ده محمد محمود من وجهه نظري، لانه واضح ان هو كمان محتاج 4-5 ماتشات عشان يجيب فورمته البدنيه. شايفينه بيلتحم، بيروح، بيجري. هو طبعا بيلعب كده صانع العاب، وفي الحاله الدفاعيه بيبقى مهاجم تاني جنب محمد ياسر قدام. فانا شايف ان محمد محمود تحديدا تجربه ممتازه جدا ليه، وجوده في المباريات دي، وجوده في الاحتكاك، محتاج 4 أو 5 مباريات كمان عشان واضح ان هو لسه البدني بتاعه محتاج وقت. اخيرا كابتن حشيش، عشان وقتنا، النادي الاهلي متقدم في الشوط الاول 1-0، كان ممكن يزيد. الشوط الثاني شكله ممكن النادي الاهلي يبتدي ازاي؟ بسرعه عشان وقتنا. نفس الطريقه، بس يعني يحاول شويه، لان الناحيه الشمال زي ما قلنا اقل انتاج من الناحيه اليمين، وكله مايل ناحيه اليمين. لازم لا بتحاول ناحيه شمال يبقى فيه برضو تنويع مع الرقابه من المدافعين كويس قوي بالنسبه للهجمات المرتده، وجون اضافي يطمن الناس على. وانا معاك في الهدف الاضافي ده، هيطمن لعيبه النادي الاهلي اكتر ويحررهم كمان، وهنشوف متعه اكتر في المباراه. بشكركم شكرا جزيلا. نروح لفاصل، بعد الفاصل معلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي، ونقابل حضراتكم بعد نهايه المباراه.